300 انا كنت احسبها دقيقه يا راشد انا اسف 700 نقطه الف مبروك يا شباب. طيب المجموعتين الباقي ابغاكم تجوني على اليمين وعلى يساري اوكي وابغاكم تشغلون شاله نواف معها مع التفاليه انا يستاهل ها تاج اللعبه طيب. اللعبه يا نواف طيب. اللعبه لازم يجي عندك الخارقون اللعبه لازم يجي عندك خبز السلطنه وين وين السلطنه انتو هنا الخارقون هنا يا شباب علي يا اخي اجي معك تدري ليه ها اجي معك انا داري عندكم لا انتو فايزين اوكي نظر قدام ونظر كم وش عندك شمال تعاطهم يا رجل طيب يا رجل 300 طيب ايش طيب اول شيء شكرا لكم يعطيكم العافيه استمتعت وانبسطت اليوم بهذه الفقره كانت حماسيه وانا دائما اقول كل اسبوع ان شاء الله راح تكون حماسيه اكثر واكثر شباب اجلسوا بس عشان تاخذنا الكاميرا ممكن علي رشيد سعود أجلس طيب أكثر يا سعود أيوه ممكن يا سلام عليك شكرا لكم الله يعطيكم العافية انبسطت والله كثير جدا لكامل المجموعات اليوم أنا استمتعت الخمسين نقطة ما أقدر أضيفها لكم كلكم لأنكم كلكم تسألونها اليوم فلذلك ما راح تضاف خمسين نقطة عشان ما أظلم أحد لأنكم والله العظيم أنكم اليوم كلكم تسألون هذه الخمسين نقطة اليوم حيتوا الحلقة كانت حلقة جميلة استمتعت أنا جدا فيها